مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض فيه ولكم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية. تابعونا بعد فاصل قصير. البداية من مقال بعنوان ما لنا من انتخاب رئيس البرلمان الجديد، نشرته صحيفة كتابات، حيث يناقش الكاتب حسام عبد الحسين السياق السياسي الراهن في العراق وتأثيره على حياة المواطنين اليومية، يسلط الضوء على استمرارية الصراعات السياسية حول منصب رئيس البرلمان وكيف تفتقر هذه الصراعات إلى الارتباط الحقيقي بمعاناة الشعب العراقي. يقدم عبد الحسين نقدا حادا للطبقة الحاكمة التي تظل منغمسة في نزاعات تخدم مصالحها الخاصة، بينما تتجاهل القضايا الرئيسة المهمة مثل الصحة، السكن، البطالة التي تؤثر بشكل ملحوظ على الشعب العراقي. يبرز الكاتب كيف أن هذا الانشغال بالمناصب السياسية قد أدى إلى تدهور الأوضاع الخدمية وكذلك الحياتية في البلاد. إن النظام السياسي الحاكم في العراق نظام طائفي، وحسب العرف الطائفي المنظومة الإعلامية الممولة من السلطة السياسية منشغلة لأشهر طويلة في مسألة اختيار رئيس البرلمان، وهذا الانشغال حسب توجيه الطبقة الحاكمة يكشف لنا من هذا الصراع عن مدى عزلة النظام الحاكم عن حياة المجتمع الرئيسة، حيث لا نجد له اهتماما فعليا بالصحة، بأزمة السكن، بالانتحار، بالمخدرات، بالكهرباء، بالماء، بارتفاع الدولار، بالحريات الإنسانية والسياسية، بالعاطلين عن العمل، بسلم الرواتب، بالسلاح المنفلت، بالجريمة المنظمة، بالتربية والتعليم، بالفوضى الاقتصادية والمجتمعية إلى آخره. سواء فلان رئيس مجلس النواب أو غيره، وسواء جاء من الجهة الفلانية أو تلك، فإن الشعب لا يعنيه أي اهتمام بذلك، ويعدها صراعات مغانم ليس إلا. إن غالبية الشعب العراقي بدأ يتطلع لمطالب أكبر، وصار يهزأ ويسخر من الخطابات الفارغة والإنجازات الملونة الكرتونية، وصار يعزل نفسه عن هذه الطبقة الحاكمة سواء في العلني أو في السر. إلى مقال بعنوان العراق والأمم المتحدة علاقة غامضة ومعقدة، في موقع عربي 21 يتناول الكاتب جاسم الشمري تفاعلات العراق مع بعثته الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، ويشير الشمري إلى أن البعثة تأسست في 2003 لمساعدة البلاد والعباد في التعافي من الاحتلال وترتيب أوضاعها الشاذة كما يصفها الشمري. يطرح تساؤلات حول فعالية ودور البعثة في ظل الاستقرار المزعوم الذي استدعى طلب الحكومة العراقية بإنهاء مهام البعثة. يستعرض المقال التحديات الأمنية كافة وكذلك السياسية التي لا تزال تعصف بالعراق، بما في ذلك الصراعات الطائفية وتحديات الجماعات المسلحة والفساد السياسي والاقتصادي، مما يضع علامات استفهام كثيرة حول الجدوى والتوقيت لهذا الطلب الحكومي بإنهاء عمليات البعثة. هل سيتمكن السوداني من قلب المعادلة العراقية وتسليم الأمور والجمل بما حمل لمكون واحد ولو بصورة تدريجية، وبالذات بعد الإصرار على صبغ غالبية مفاصل الدولة بلون مذهبي محدد والسعي لإدخال مناسبات دينية خاصة ضمن الإطار العام للدولة، ومنها المحاولات الحالية والجادة لإقرار عطلة يوم الغدير بشكل رسمي، وكذلك محاولات هدم نصب أبي جعفر المنصور ببغداد لأسباب مذهبية وتاريخية. غوتيريش أكد وجود عدة تحديات في الواقع العراقي، ومنها مشكلة الجماعات المسلحة الفاعلة والخشية من إمكانية ظهور إرهاب جديد أو داعش، ومشكلة الصراع على السلطة
ومخاوف القوى السنية والكردية من تغول القوى الشيعية الحاكمة والفاعلة، ويتمثل تفويض يونامي بمنح الأولوية لتقديم المشورة والدعم للعراقيين بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية. ولا نعلم أين هذه المساعدة وأين تلك المصالحة الوطنية، ونحن نتابع يوم 9 من شهر أيار مايو عام 2024 نائبا في البرلمان العراقي وهو يشتم كبار صحابة النبي الكريم خلال لقاء تلفزيوني ويستفز مشاعر الملايين. وهناك الآن ضجة قانونية وشعبية وشرعية تتعلق بهذا التجاوز الخطير. في مقاله تردي الخدمات في واجهة العراق الغربية تدفع أهلها للهجرة، الذي نشر في صحيفة العالم الجديد، يصف علي الحياني الأوضاع المتردية في قضاء الرطبة الذي يقع في أقصى غرب محافظة الأنبار في العراق، ويعاني سكان الرطبة من نقص حاد ملحوظ في الخدمات الأساسية مثل الماء الصالح للشرب والرعاية الصحية، إلى جانب تدهور البنية التحتية مثل الطرق والمستشفيات. الناشط المدني محمد محمود الكبيسي وخالد عبد الكريم معه من سكان الرطبة يعبران عن إحباطهما التام من الإهمال الحكومي والتقصير. القضاء يعاني من الإهمال، وهناك تقصير من قبل الحكومة المحلية في الأنبار تجاه أهالي الرطبة وعدم التفات لمعاناتهم، فمياه الشرب غير متوفرة لكون أغلب المحطات أصبحت قديمة ومتوقفة، كما أن مستشفى القضاء يعاني من إهمال كبير وعدم وجود أجهزة الفحص التخصصية من الرنين والمفراس والأشعة الملونة. كذلك أغلب الطرق الرئيسة والفرعية في المدينة مهملة بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لتعبيد الطرق وإنشاء المشاريع الخدمية. نسب البطالة مرتفعة بشكل كبير بسبب عدم وجود مشاريع، كما أن أغلب التجار والأهالي باتوا يتركون قضاء الرطبة ويتنقلون إلى مناطق أخرى في الأنبار مثل الرمادي والفلوجة، وبعضهم يضطر للاستقرار في العاصمة بغداد. بدوره يؤكد خالد عبد الكريم البالغ من العمر 39 عاما وهو مواطن من أهالي الرطبة خلال حديث للعالم الجديد أن الخدمات الأساسية غائبة بشكل كبير، وأن المواطن يضطر إلى السفر إلى الرمادي ويقطع مسافة 300 كيلومتر أو أكثر ويتحمل صعوبة الطريق لغرض العلاج وإجراء العمليات والفحوصات الطبية. أما في العرب الجديد وفي مقاله امتحان العرب في غزة الذي نشر في العرب الجديد، يناقش برهان غليون الأبعاد الاستراتيجية للحرب في غزة، مؤكدا أن الهدف الأساس والرئيس لإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية هو القضاء على المقاومة الفلسطينية وفرض الهيمنة السياسية على غزة. يشير غليون إلى أن الحرب تستخدم كأداة لضمان إعادة قوة الردع الإسرائيلية ولتأكيد خضوع وولاء الدول العربية للغرب، مع التأكيد على الدور الأمريكي البارز في تشكيل سياسات المنطقة. ويقدم غليون تحليلا يظهر كيف أن الولايات المتحدة تستخدم إسرائيل كأداة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الشرق الأوسط، بما في ذلك ترسيخ التطبيع مع إسرائيل وإخضاع الدول العربية كافة للسياسات الغربية. يشدد الكاتب على أن النتيجة النهائية للحرب ستعتمد بشكل كبير على ما إذا كان العرب سيقبلون بالشروط الغربية دون مقاومة من عدمه، أو إذا كانوا سينجحون في الضغط من أجل اعتراف حقيقي واضح وإنشاء دولة فلسطينية. السؤال: من الذي سيضعف قبل الآخر ويتنازل عن مطالبه، العرب أم الأمريكيون؟ فإذا قبل العرب بالتوقيع على بياض على صك الولاء والالتحاق بالحلف الأمريكي الغربي، خرجوا من هذه المواجهة الإقليمية الدولية الاستراتيجية الخطيرة والمعقدة مذلولين أو صاغرين، محرومين من أي هامش مناورة، ومن ثم أتباعا مخلدين لواشنطن وحلفائها.
وهذا ما تسعى إليه واشنطن لتقطع عليهم أي فرصة للمناورة في المستقبل مع الصين أو روسيا أو مجموعة البريكس التي تشكل أكبر مجموعة ضاغطة في اتجاه الخروج من منظومة السيطرة الأحادية ونظام القطب الأمريكي الواحد المترنح. في المقابل، إذا استمر العرب والخليجيون خصوصاً في مقاومة الضغوط ورفضوا التسليم بالأمر الواقع وقبول التطبيع مع الغرب وإسرائيل من دون ثمن أو لقاء وعود وهمية أثبتت خواءها طوال القرن الماضي والعقود الثلاثة الماضية بشكل خاص، ونجحوا في إجبار واشنطن وحلفائها على تقديم الثمن، أي اعتراف مشروع وجدي وواضح لإقامة دولة فلسطينية مقابل أي تطبيع وتوقيع على اتفاقات استراتيجية أمنية مع الغرب، فسوف يشكل ذلك خطوة أساسية وقوية أولى على طريق تأكيد استقلال قرارهم الوطني وتوسيع هامش مبادرتهم السياسية والاستراتيجية وحقهم في إقامة علاقات ندية مع جميع الدول وصوغ سياساتهم حسب متطلبات مصالحهم ومصالح شعوبهم الوطنية. عن الحدث الأخير، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية قد تكون لها تداعيات واسعة على الشرق الأوسط برمته، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه إيران في المنطقة. إيران تمتد بنفوذها عبر مختلف الميليشيات والحركات في بلدان مثل سوريا، العراق، لبنان، اليمن، ولذا فإن وفاته قد تثير بعض الفوضى في هذه الشبكات. وحسب تقرير صحيفة الشرق الأوسط، إذ ثبت تورط إسرائيل في الحادث كما يشتبه، فإن ذلك قد يقود إلى تصعيد كبير في التوترات بين إيران وإسرائيل، مما قد يتحول إلى نزاع مفتوح حتى الآن على الرغم من العداء القائم بين البلدين، فقد تجنبا الانجرار كلاهما إلى حرب شاملة. لكن هذه الواقعة المهمة الأخيرة قد تكون فتيلا لتغيير هذا الوضع. من المرجح أن يتردد صدى حادث تحطم المروحية الذي قتل فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجية البلاد ومسؤولون آخرون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث يمتد نفوذ إيران على نطاق واسع وعميق في عدد من الدول، ويوجه الكثيرون أصابع الاتهام لإسرائيل في مقتل رئيسي، ظنا منهم أن تل أبيب يمكن أن تكون قد دبرت حادث تحطم مروحيته. لكن كيف سيثير مقتل رئيسي أزمة في الشرق الأوسط؟ إذا ثبت تورط إسرائيل في وفاة رئيسي، فإن هذا الأمر قد يشعل صراعا أوسع في المنطقة وفقا لما أكده الخبراء والمحللون العسكريون، ويهدد كل هجوم وهجوم مضاد بإشعال حرب واسعة. ولكن حتى الآن لم يتحول الصراع إلى حرب شاملة من شأنها أن تكون كارثية لكلا البلدين، وهناك مخاوف من تفاقم الصراع في حال تورط إسرائيل في حادث مقتل رئيسي. ولكن هناك توقعات أخرى نقلتها وكالة بلومبرغ للأنباء تشير إلى أن أي رئيس جديد قد تكون لديه أولويات مختلفة عن رئيسي، وقد لا يهتم بمعاداة إسرائيل بنفس مستوى معاداة الرئيس الراحل لها، وبالتالي فإن طبيعة الصراعات في الشرق الأوسط قد تتغير كثيرا وتختلف عما نراه حاليا. أحداث هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتور.
طالب آلاف المتظاهرين في بروكسل مقر المؤسسات مؤسسات الاتحاد الأوروبي كافة الأحد بالضغط الاقتصادي والدبلوماسي وفرض عقوبات على إسرائيل لوقف الهجمات على قطاع غزة. وتجمع عشرات الآلاف في العاصمة البلجيكية مطالبين بالوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على غزة في بروكسل. وشارك في المظاهرة موظفون من الاتحاد الأوروبي وسياسيون بلجيكيون وممثلون عن مختلف القطاعات، إلى جانب طلاب كانوا يحتجون في أنحاء أوروبا. وسار المتظاهرون وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية ويحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل شعارات مثل قاطع إسرائيل وأوقف الإبادة الجماعية في الشوارع الرئيسة بالمدينة مطالبين بالتحرك. وخلال الاحتجاجات هذه تم عرض رسائل الصحفيين في غزة على شاشات عملاقة وتلاها دقيقة صمت على أرواح الضحايا في ساحة جانري بين مقر البرلمان الأوروبي ومبنى مجلس الاتحاد الأوروبي. نشاهد الآن تقريرا من مواقع الصحف التي اخترناها بعناية لكم. إلى اللقاء.